مشاهدينا متابعين لقاءاتنا، ومثل كل نهار جمعة بهالوقت اللقاء ببلش مع مايك فالي لحتى تعرفوا كل التوقعات يلي حملها مايك لإلكن وللبنان وللعالم كمان. بتقلك صباح الخير مايك، وأهلا وسهلا فيك مثل دايما. خلي لي إياك مايك، في أخبار حلوة هالأسبوع ولا؟ الأسبوع كله أخبار حلوة، أخبار من الخارج ومن الداخل. طيب خلينا نبلش من لبنان. بلبنان أظن أنه يطلق موعد، تاريخ محدد لموعد لقاء كبير جدا يؤدي إلى توحيد الرأي وضم اليد لليد، مش إلغاء اليد، ضم اليد لليد مسيحيا. ما هي القصة مسيحية، مسيحياً، ويتوسع اللقاء التشاوري. مش كتير مهم، مش كتير حلو برعاية الكاردينال. ورح يكون في رئيس جمهورية قريباً؟ أي قريباً كتير؟ قريباً. أوكي، طيب بدي أذكر للمشاهدين اللي عم بتابعونا، إذا بدكم تعرفوا عن بكرة وبعده 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 فيكم تتصلوا على الأرقام اللي عم تمرق على الشاشة. بناخذ أول اتصال. صباح الخير. ألو، بونجور. أهلا وسهلا، تفضلي، مين معنا؟ أنطوانيت الحزمية. أنطوانيت تفضلي، عم بيسمعك مايك. بدي أسأله لأستاذ مايك، ابن مقدم مع على الزيت، يعني في كان في دورة وبعد ما طلعت النتائج بنشوف إذا في مزاد، يعني وبنتي عم تحكي مع صار كمان، بدي أشوف شو مصيرها هي وجاي ومستقبل أولادي وصحتي. مستقبلهم كتير، مستقبل أولاد كتير منيح. بالنسبة لابنك بتتم الأمور على خير وسلامة، نعم رح تكوني فرحانة كتير بدخوله. أما بالنسبة لبنتك ما فيني جاوبك لسبب واحد، بدي أسمع صوتها لإلها أو بتبعتي لي صورتها أو صورة الشخص اللي عم تحكي معه على الإيميل وتكرم عينك. شكرا كتير أكيد لكل الأشخاص اللي عم بيتصلوا من خارج لبنان، الأرقام عم تمرق على الشاشة، ومن لبنان كمان، ودايما فيكم تتواصلوا مع مايك خلال كل أيام الأسبوع. وهلأ رح ناخد كمان اتصال. صباح الخير. الو الو، صباح الخير. اهلا وسهلا. في احكي مع الاستاذ مايك؟ تفضلي، عم بسمعك. صباح الخير. صباح النور. انا حابه، انا عندي بنتين صغار. تعلي لي صوتك شوي بتعمل معروف. انا عندي بنتين صغار، حابه اعرف هيك شو كيف مستقبلهم، حياتهم، وعن ماما كمان صحتها منا كثير هالقد، وعن وضع المالي انا وزوجي يعني. الأمور المالية ضمن هذا العام ما فيها التغييرات الكبيرة، يعني المفروض بنهاية شهر 8 مطلع شهر 9 تتغير الأمور جزئيا إيجابيا، لسبب رح يكون في عمل إضافي لأحد الفردين. الأمور بتكون شبه مستقرة من هلأ للتاريخ، ولكن على السبيل الصحي ما في أي خطر على أي فرد من العائلة. هلأ ضمن عائلتك الكبيرة اللي بتخصك لألك مش لجوزك، هنالك مرض مفاجئ بكون بشهر نيسان، أتمنى أنه يمرق على خير وسلامة. كمان اتصال. صباح الخير. ألو، صباح الخير. أهلا وسهلا، تفضلي، مين معنا؟ أميمة. أميمة، عم بيسمعك مايك، شو عبالك تسألي؟ ألو، صباح الخير. صباح النور. معك أميمة. يا أهلا. الو. ايه أميمة، تفضلي. اما من السمع بيقطش الخط. قولي اللي عندك، نحن عم نسمعك أميمة، واسمعينا رجعي من التلفزيون. بدي اعرف عاطفيا. اوكي، شكرا كثير لاتصالك أميمة. عاطفيا الامور منا ظابطه معك ولا شوي. المرحله اللي مرقه فيها هلا لا تؤدي لارتباط. بشهر 7 هنالك تغيير كبير جدا على صعيد العاطفي، اشخاص بتظهر واشخاص بترجع بتفوت. 01-491-703 هو الرقم يلي فيكم تتواصلوا من خلاله مع مايك هلا، من خلال هيدي الفقره يلي بتستمر اكيد للساعه 11:30، بيفصلنا بس فاصل قصير بتمام الساعه 11، ولكن الأرقام الثانية اللي عم تمرق فيكم تتواصلوا من خلالها مع مايك بباقي الأوقات، إذا حابين تتواصلوا معه وكمان تلتقوا فيه تتعرفوا تفاصيل أكثر كمان عن حياتكم. صباح الخير. ألو، بونجور. بونجور، بدي أحكي مع مايك. تفضلي، عم بسمعك. بونجور مايك. صباح الخير. بدي أعرف كيف عن حالي أنا،
بدي اسال عن العمل والعاطفه وعن المستقبل بشكل عام. عمليا في اشخاص عم بيسعوا لك بشيء جديد، الامور بتكون كثير ايجابيه معك، مفروض ضمن هذا الشهر بشهر اذار بالنصف الثاني منه بتكوني ابتديتي حضرتك مشوار عمل جديد بكون ناجح كثير بالنسبه لك، بتترقي من خلاله لاخر العام، بعد اخر العام بكون في عندك سفر متكرر. عاطفيا ما من اي مستجدات، الامور على ما هي عليه تبقى. اتمنى انك ما تتخذي اي قرار بين شهر 4 وشهر 5 على صعيد الامور العاطفيه. في مرحله بدك تمرق فيها، فيها تناقض بالراي او بريك فرصه او بعد بسيط، تعود الامور الى مجراها الطبيعي بنهايه شهر ايار. مشاهدينا متابعين نتلقى اتصالاتكم اكيد يلي عم نتلقيها على 01 491 703. الارقام الثانيه اللي عم تمرق فيكم تتصلوا فيها او من خلالها بي مايك بباقي الاوقات لحتى تتواصلوا معه كمان. مايك، شفت بعد في اخبار حلوه؟ اجمل خبرين حكيناه هون. في اخبار حلوه على صعيد العالم العربي، بعد الخضات اللي عم يمرق فيها العالم العربي بال 2016 يبدا التفكير الجدي باتحاد عربي وعمله موحده. هي بعد تقسيم بعض الدول وممالك بس تبلش تتقسم، بصير التفكير لانشاء اتحاد كبير. والاجمل انه لبنان بال 2016 النصف الثاني يبحث الموضوع بشكل جدي لمجلس شيوخ في لبنان. يعني مش بس مجلس النواب ينفرد في القرار، لا، رح يكون في مجلس شيوخ. شو حلو، نقصنا مجالس. لا هذا شيء كثير مهم، بصير لك قرار. بصير ما بعرف، هلا انا يمكن بتصير انت متشائمه. لا لا، ما بتصير، بس يكون في مجلس شيوخ. لو قد ما كان في مجلس شيوخ، بس يكون في مجلس شيوخ، انت بتختاري رئيس جمهوريتك، بتختاري النايب لإلك، مش لوايح نواب محادي اللي بتكون. هي مشكلتنا انه ما عم نعرف نختار النائب، بكون هي مشكله شعبنا. مستقبلا في المستقبل القريب لبنان دائره واحده، يعني بطل في مجال للرشوة للشعب. النائب بده ينتخب ببيروت وبشمال وبجنوب، حيكون في نائب للبنان مش نائب لمنطقه في لبنان. كمان اتصل. صباح الخير. بونجور. اهلا وسهلا، كيفك معي؟ منيحه الحمد لله. مين معنا؟ مواطنه من بيروت. تفضلي، عم بسمعك معي. ميرسي استاذ مايك. بونجور. صباح الخير. بقدر بعرف عن عائلتي وصحتي وصحه جوزي واولادي؟ صحيا ما في خطر على حدا نهائيا. نعم. الامور ماشي بشكل منيح، ولكن في سفر كثير مهم. نعم. السفر يدرس. نعم. بتم مع خير وسلامه مفروض بالشهر 6 نهايته او شهر 7. نعم. الامور تتغير من الناحيه الماديه للاحسن بطريقه كثير سريعه وايجابيه. نعم. في نجاحات كثير مهمه قبل شهر 7 لاحد افراد العائله. الو، ما بقى عم بسمع. تفضلي حضرتك على الهواء، تفضلي. بقدر بعرف عنا؟ نحن عم نشتغل على شغله نظهر برات لبنان. انه الي ساعه عم بحكيكي انه في سفر. السفر بتم من بعد باخر شهر 6 مطلع شهر 7. اوكي، كمان اتصال مايك. صباح الخير. انقطع الاتصال لكن على 01-491-703. لكن عم نتلقى هلا اتصالاتكم باللقاء المباشر مع مايك فغالي، ولكن الارقام التاليه 03 والرقم المخصص اكيد كمان للبلدين خارج لبنان، هول الارقام فيكم تتواصلوا من خلالها مع مايك. مش هلا، انا دائما بس الكل بعد بكون عم بدق هول التليفونات. بكل الاحوال مايك، حكينا على صعيد لبنان، على الصعيد العربي، عالميا شو رح يصير؟ اوروبا، امريكا، اوروبا فيها خضات كثير كبيره، على صعيد امني وارهاب فظيع جدا، من بعدها في انهيار للبورصه العالميه، تبدا بالاورو وخروج بعض دول الاتحاد الاوروبي المشترك تظهر منه، لدرجه انه فرنسا تلوح بالانسحاب. ترجع الامور تتدارك بعد الشيء، بعد خروج بعض الدول
بتبلش الأزمة الكبرى اللي هي بشهر 8 في الولايات المتحدة على صعيد البورصة، بدها تأثر على لبنان، سوريا، فلسطين، مصر، الأردن، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا. هذا الشيء يعني بده ينشئ على لبنان. هذا الشيء من زمان بحكي، هذا الشيء بده ينشئ من وراء حروب داخلية ضمن أوروبا وأمريكا. فيكي يا عملتك الوطنية يا بالمعدن، فيك تردي خسارات كبرى، لأن هلأ المعدن كتير قاشط، بعد بينزل شوي بيرجع بيرتفع فرد مرة، مثله مثل البترول بيوصل لحفة 25 وبيرجع بيضرب فرد ضربة. أوكي هلأ بنحكي اقتصاد أنا وياك تحت الهوا شوي. أكيد مشاهدين على 01491703 عم نتلقى اتصالاتكم دايماً. البنزين رح يضل يرخص يعني هلأ هيك من حق عالمياً المعاشية. عالمياً مش عم بحكي عن لبنان، لما يحكي عالمياً عم بينزل عنا مرات. لا ما بينزل شوي هلأ عم بيفرضوا رح نوصل دولي. أظن أنه تنكة البنزين عنا 20 لتر بسعر البرميل برا، لأن البرميل أسعار كتير عم تقشط خارجيا. بس عنا ما عم بخلوها كتير تقشط. ما بيقدروا. إيه حرام. ما بيقدروا لأنه في عنا تخزين نحنا. حرام عن جد بوجعوا لقلبي يعني. طب أنت أول وحدة وقف سيارتك وسوقي بسكلات وكلنا بنمشي معك وما حدا يعبي بنزين لمدة أسبوع بس، وشوفوا كيف المحطات بتركض وراك. ما نحن ننتقد الشيء بس ما عم نقدر نعمله. كل شيء بيغلى. من زمان كنت وقيت البن بفرنك بفتكر أنا، بس صارت بربع ليرة 25 قرش صاروا يشتروا وقية. لما صارت الوقية ب3000 صاروا يشتروا كيلو. كل شيء بيغلى بصير نجيب منه. احنا عارفين نحن. شو عاملين عرفت ما عاملين نارسيف. فالمفروض الشغلة اللي مش مقتنعين بسعرها بأمان وسلام نقطعها. لو لا في رصيف مثل الخلق هو لما الكل ما حدا بياخد اضراب نهار بس او يومين عن السيارات خلص ما في سياره تخبصك على الطريق. بس الكل يلتزم كتير. مش كل واحد تابع لحدا هذا بيلزم هذا. لا خلينا ناخذ اتصال. الله يساعدنا نحن. صباح الخير. الو بونجور. اهلا وسهلا. مايك ريبيكا. ريبيكا تفضلي. ريبيكا عم بسمعك. مع مستر مايك. تفضلي. صباح الخير. بونجور مسيو مايك. يا اهلا. معك ريبيكا. بدي اسالك عني وعن اهلي وبدي اسالك اذا رح لاقي وظيفه يعني مقدمه على كذا وظيفه. وبدي احكي بس بدي اسمع من التي في بليز. على راسي. من الناحيه العمليه نعم، ومن فتره وجيزه جدا احد الاشخاص يمكن عنده واسطه او ما شابه وعدك خير ضمن هيدا الشهر من هون لاسبوعين وبتتم الامور على خير وسلامه، تستلم شغلك مفروض من هذا الشهر أو آخره. ما في أي خطر صحي على أي فرد من العائلة. أتمنى عليك تخفف شوي عصبيتك بحياتك الشخصية العاطفية، لأن الأمور إذا بقيت مثل ما هي رح تدهور أكثر ويكون في خسارة عليك. أرقام من لبنان ومن داخل لبنان ومن خارج لبنان لهلأ ولا كمان خارج الفقرة يلي دايماً بتشوفوها كل نهار جمعة من 10:30 ل11:30 مع مايك فغالي واتصال تاني كمان. صباح الخير. صباح الخير معي. أهلا وسهلا. مين معنا؟ اسم الله عليك يا عهد زمالي خذ العين. شكرا شكرا كثير لإلك. بدي أحكي مع مايك. تفضلي عم بيسمعك. بونجور. صباح الخير. كيفك أستاذ مايك؟ يا عمي أنا بصدق 100%. شو رأيك؟ قلبي بصدق 100%. خليني لك حبيب قلبي. بدي شوفها على صحتي وعلى شو الجو ايه صحته، وبدي شوف عندي ابني الكبير انا كمان متعلم، بدي شوف كيف مستقبله، والصغير بدي شوف العاطفي عنده انه هو وحبيبته كيف بكون ووضعنا المادي. على راس حبيب قلبي. الوضع المادي ما بخوف نهائيا. الحسابات اللي عم تعمليها لبكره اتمنى انه ما تعمل لك قلق، لانه المرحله النفسيه العصبيه خوفك على الغير بلش يعمل لك بعض اوجاع بالعظم. اتمنى انك تعملي فحوصات للعظم. ما في اي خطر صحي على اي فرد من العائله. بالنسبه لابنك وعواطفه بعده هو مش واثق
من الأمور اللي بده يقدم عليها، ولكن نهايتها بتكون خير مع نفس الإنسان اللي موجود حواليه. وابنك الثاني عنده سفر جديد. أكيد مشاهدينا متابعين نتلقى الاتصالات واتصال تالي. صباح الخير. نقطع الاتصال دايما ضغط الخطوط بوجودك مايك عم بيكون كتير 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 يعني. مشكرة الله. قديش ثقة العالم فيك بتحملك مسؤولية كبيرة؟ بتحملني مسؤولية وبتعطيني دفع أكبر أن أقدم على أمور أكثر. امبارح كان عندي محاضرة بالأردن، بعدين جاي اليوم الصبح وواصل دوري على التلفزيون. حسيت إنه صار في مسؤولية أكبر علي، لأن صار في توعية على صعيد تقارب بالأديان وتقارب بالأفكار وتشجيع العرب إنه يكونوا أمة واحدة بغض النظر عن الطوائف، يكونوا عرب مش بس متكلمين اللغة العربية. فكان في مسؤولية كتير كبيرة امبارح علي، ونشكر الله قدرت نجحت فيها. طيب خلينا نحكي قبل ما نتابع بالاتصالات عن داعش شوي. داعش أنا ما بحب أحكي عنه. لكن خلص إنه هيدول موضة، هيدي الموضة أنشئت من الغرب بمساعدة بعض العرب. بس أي متى رح نبطل نسمع عنها ونعرف أخبارها؟ لإنشاء ترانسفير خاصة الإرهابية يعني. لإنشاء ترانسفير جديد لعرب 48 من مكانهم الأصلي من فلسطين إلى سيناء والأردن وقطر. أوكي. مشان هيك الدعم الكبير يأتي من ما يسمى بالشيطان الأكبر إسرائيل. من بعد داعش هيدول مشي، داعش خلص قربت النهاية لهم، ولكن الخوف ما بعد داعش. حلو. شو في؟ في شيء جديد، وهذا الشيء الجديد اللي حيطلع آسف للقول إنه حركة أكثر من أصولية، همها الوحيد هدم الكعبة. إذا العرب ما انتبهوا زيادة عن اللزوم وقدروا أخذوا موقف موحد، الكعبة في خطر في 2016. مثل ما عم نقول لهم انه هذا العام الخطر في الاقصى، بنقول لهم بعد داعش في شيء ارهابي كثير كبير بده يصير. نتمنى انه كلنا نقضي على الارهاب، مثل ما الجيش اللبناني عم بيعمل، مثل ما الاردن عمل، مثل ما الجيش السوري عم بيعمل. اتمنى الدول الباقية شوي هيك تحاول بعد دول المنطقة اللي عم تدعم الإرهاب، ومن بيناتهم الشيطان الأكبر إسرائيل. طيب مايك، لما تكون هالقد النظرة المستقبلية قاتمة. منا قاتمة أبدا. كيف منا قاتمة؟ منا قاتمة عم تقضي على إرهاب. بس عم تقول الله يسترنا من اللي بعد يعني. مشان هيك عم نعمل المستحيل أنا وغيري انه نوعي يكونوا منتبهين. وقت اللي حذرنا من انتشار الارهاب والتطرف حتى يطال اوروبا وخاصه باريس، ما حدا اطلع. اتمنى بس شي شخص واحد يطلع باللي بنحكيه انا، او الاشخاص اللي يعنوا بما اعنى به انا، اللي عم نقدم عليه على التلفزيون بطريقه غير مباشره مرات، ينتبهوا. ما عم بدهم يسمعوا كلمتنا، بس ياخذوا ولو انه 1% على مسؤوليه. في خوف، وفي خوف على لبنان من الحدود، خوف كثير كبير، مش الحدود الجنوبيه، لان التقسيم واقع. وحكينا بمطلع العام انه العالم العربي يتقبل التقسيم. ما بعتقد عنده خيار اصلا، ما بحياته كان عنده قرار. هن عم بقسموا حالهم، هي بلد عربي عم بفوت على بلد عربي. صح. هن عم بقسموا حالهم، يوعوا يفتحوا الحدود. مايك اللقاء رح يكفي معك، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير والقسم الثاني أكيد من اللقاء رح تكون مع سحر. أنا بدي أتشكر حضورك دايما مشاهدينا. سحر رح تلاقيكم بالقسم الثاني، لكن مع اللقاء مع مايك فغالي بعد الفاصل مباشرة. خليكم معنا.
اهلا وسهلا فيكم مجددا اصدقائنا المشاهدين، رجعنا لكم بالجزء الثاني مع مايك فغالي. دائما مايك بيكون معنا كل نهار جمعه لا يحكيكم عن توقعاتكم، واكيد نحن جاهزين لتلقي كل اتصالاتكم، تحكوا تتواصلوا مع مايك وطبعا يعطي توقعاته. مايك اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بالجزء الثاني كيف كان الجزء الاول؟ راضي عليه؟ راضي عليه، وفتنا مواضيع كثير دقيقه فيما يخص ما بعد داعش وداعش، فيما يخص العالم العربي والتهديد الديني هالمرة. ما بعد داعش يكون تهديد للدين، الجمعيات اللي بدها تطلع والجماعات اللي بدهم يطلعوا، تهديد للدين منهم الأقصى والكعبة وهالأمور، لازم الكل يتدارك هيدي الأمور. أكيد مايك، نحن رح هيك كمان نعطي إضاءات عن توقعاتك بالنسبة للكم شهر الجايين، ولكن من بعد ما ناخذ هالاتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور، صباح الخير. صباح النور مدام، تفضلي. لو سمحتي بدي أحكي مع مايك. أكيد تفضلي. صباح الخير. صباح النور. لو سمحت بدي أسألك عن أني وزوجي وولادي. هل في سؤال محدد أما هيك؟ بدي عن الأولاد أكثر شيء. إجمالا الأولاد ما في أي خطر حواليهم، ولكن السفر بكون حليف أكثر من شخص. نعم. الأمور المادية بتكون مرتاحة، من ثم إلى شيء كتير كبير بتوصله ارتياحا، ولكن بشهر 10-11 في عندكم نكسة على صعيد مادي أو على صعيد عقاري. أتمنى الانتباه لهذا الموضوع، لأنه بضاين معكم بين 45 و60 يوم، من ثم تعود الأمور إلى المجرى الطبيعي الجيد جدا في مطلع العام المقبل. شكرا مدام لاتصالك. طبعا نحن متابعين بتلقي كل اتصالاتكم من داخل لبنان ومن خارج لبنان على رقمنا 01-491-703. مايك، لما بنحكي معك وبتعطينا اضاءات فعلا بنعرف انه ناطرنا منه سهل، يعني ما بعرف من خلال كلامك اذا تابعناك انه في امور رح تصير منا سهله، هل ممكن يجي اصعب من الاصعب يلي نحن عم نعيشه؟ اي نعم، عم نحكي على صعيد العالم العربي والاوروبي، اصعب بكثير. من اي ناحيه؟ نحن عنا في مراحل ارتياح، في مراحل نكون خارج العاصفة كليا، العاصفة ترجع بتهب عنا بشكل كبير جدا بشهر نهاية منتصف شهر 7، شهر 8 بأوجها، شهر 9 بتكون لانحسار، شهر 10 بنخلص منها. العالم العربي سوريا 2016 تبدأ الحلول النهائية الخالصة بالسياسة، العالم العربي ككل العام 2019 تنتهي الأمور السلبية فيه. يعني في أربع أوروبا سنين. وأمريكا تبدأ مفروض من شهر 4-5 يبدأ الإرهاب الكبير فيهم. الإرهاب الكبير؟ إرهاب كبير من تفجيرات لخطف لذبح لعدة أمور كتير صعبة بدهم يمرقوا فيها، يعني أمور شبيهة مما حدث ويحدث في العراق ومصر وسوريا بدنا شعبي دول أوروبية وأمريكية. إيش رح ناخد هالاتصال مايك قبل ما نتابع. ألو. صباح الخير. صباح النور. سوري بدي بدي أحكي سيز مايك إذا تريد. أكيد، مين معنا؟ بهاء. بهاء تفضل. صباح الخير سيز مايك. صباح النور خي. سوري بس بدي أعرف عن الشغل وعاطفيا إذا تريد. لك هي اثنين سوا مع بعضهم ما عم بيركبوا معك. طيب شغل ايه؟ الامور العمليه في تغيير كبير، وفي وعود كثير مهمه معطات لك بتبلش معك بشهر نيسان. الامور تكون كثير ايجابيه. عاطفيا حضرتك ما عم تاخذ قرار. اذا بتتخذ القرار هلا وبتقف بوجه الجميع امورك بتكون جيده جدا بشهر 7. وشهر 7-8 بكونوا أشهر الحظ الكبار لك إذا بدك تقدم على إنشاء عمل خاص فيك جديد، أو يمكن إذا بدك تسحب يا نصيب هيلا شيء ممكن تعمل معه. 7-8 بكون شهر حظ ومال لك، استثمرهم هالشهرين. إن شاء الله خير، إن شاء الله كل شيء منيح بيتم معكم على خير وسلامة. طبعا لحوالي ساعة من الوقت رح نتلقى اتصالاتكم من كل أنحاء العالم ومن لبنان لا يتوقع لكم مايك فغالي. مايك يعني دايما مثل ما سبق وذكرنا بنقول جاي شيء كتير قوي وكتير صعب، هل ممكن يجي أقوى وبيجي أقوى وبيجي أصعب؟ هلأ لما أنت بتحكي عن البلدان الأوروبية مثل كأنه رح يصير في إذا بدك شرق أوسط تاني عندهم، فبنطرح حدة تساؤلات، يعني بتقول اللي عم بيصير هون بده يصير برا، لبل إرهاب أقوى، لا
نعم. في اكثر من داعش يعني هلا نحن عم نحكي هو زرعت الموسم داعش فكر. في اكثر من داعش داعش فكر فكر عم بينما مثل خليه سرطانيه عم ببسوها صار كل واحد بطل مهم الدين اذا لاحظ صار فيه من كذا طائفه ومن كذا دين فايت معهم كل انسان حاسس حاله انه متضايق بشيء بروح بقول لك انا داعش بيذبح بيقتل بيت خلص محمي مين حمي الدول اللي انشأوا ليش انشأوا حتى يهدوا شيء اسمه عرب 48 في فلسطين ويعملوا ترانسفير فلسطيني جديد الى سيناء والاردن وقطر نعم الوطن البديل اعلنا انه مصر تتعرض لإرهاب وفجأة السيسي يعلن الحرب على الإرهاب طلع التلفزيون أعلن الحرب على الإرهاب بالحرف الكامل شفنا هلا الانفجارات اللي بلشت وكيف الذبح عم بيصير عندهم إذا العالم العربي ما تدارك الأمور أحد الممالك العربية إذا ما رجعت عن عدة قرارات وقفوا كلهم بوجه الدولة العثمانية مثل ما حذرنا بالسابق وقت فتحوا الحدود ما بدهم فيزا على تركيا قلت لهم احذروا الدولة العثمانية الدولة العثمانية سوف تعود وتتمدد بطريقة أبشع باللي كانت فيه بالسابق فلازم نحط لها حدود لأنه مستقبل قريب سوف تتقسم خلي تكون عن يد ديتنا أحسن ما تكون عن يد غيرنا نعم اتصال مايك ألو الو بونجور الا بونجور مين معنا؟ ايه معك محمد ايه محمد اهلا تفضل ايه تفضل ايه شو مايك؟ صباح الخير معك محمد يا اهلا لك بدي اسال بس عن اولادي مقدمين على وظيفه وعن الصحه والاحوال هلا من بين الاولاد في شخص واحد بس اللي بنال الوظيفه بوقت قريب بقيه في قدام من وقت صحيا ما في خطر حضرتك عندك معاناه بالظهر لك فترة طويلة يعني في أوجاع بتروح وبتجي بتروح وبتجي أتمنى استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن وإذا أمكن وطلب منك تقوم بعمل جراحي ما تأخر فيه ولا شوي بيت ما بقى الأمور كلها سوا جيدة شكرا لاتصالك ومع متصل جديد ألو ألو بونجور بونجور متصل يا هلا مين معنا مدام خديجة أهلا مدام تفضلي بدي أحكي مع مايك تفضلي مايك معكي اوكي صباح الخير بونجور يا اهلا بدي اسال عن بنت مشان مستقبلها وشغلها بس الحلو فيك انه ما سالتي عن حالك رغم انك عانيتي بالسابق كثير وما زلتي عم بتعاني بس قديش فيك تضايني عايشه ام واب واخت مش بس لابنائك للمحيط تبعولك ما بعرف إذا فيك ترجع تعملي لفتة صغيرة لنفسك ترجع ترد الروح لحالك هاي أمور كتير جيدة وبدك تنتبهي لي كتير على عينيك بالنسبة لبنتك أمورها كتير منيحة عارفة حالك شو زرعة والزرعة خصبة كتير ولكن السفر قريب جدا منا بتم آخر وسلامة شكرا لاتصالك مدام أهلا وسهلا فيك كمان اتصال جديد ألو ألو موجود يا هلا مين معنا؟ ألو موجود حضرتك على الهواء مين معنا؟ معك جورج جورج تفضل يا جورج ممكن أحكي مع مسيو فرغالي بليز؟ أكيد تفضل مايك معك أوكي بونجور كيفك؟ صباح الخير بدي أسألك أنا مقدم على كذا وظيفة بدي أشوف إذا رح يمشي شيء منهم صفر السفر تامن معك بشهر نيسان وفي مشاكل بالعلاقه مع زوجتي وادمين على طلاق بدي اشوف انه ممكن نخلص من المشروع ولا شو القصه اللي بقول لك يا السفر بتم معك بشهر نيسان وبس يتم معك السفر تتاخر الامور الاخرى اللي عم تقدم عليها للفسخ اللي عم تعيشه بتتاخر الامور شوي ولكن بالنهاية تتم الأمور على خير وسلامة بيبقى في صداقة موجودة بنيسان سفرك أتمنى السفر يغير لك شوي من طبيعة عقلاتك وتقدر تسامح على الأمور اللي حدثت وتسامح أهل الزوجة مش الزوجة بس إيش إيش أهل الزوجة مش الزوجة لك قلبك كتير طيب مرته ولكن
أشخاص لعبوا لها بعقليتها تمردت بطلت تقدر ترجع لورا. حلو الإنسان لما يتمرد يعرف كيف يعتذر، يعرف كيف يصلح الأمور، خاصة إذا عائلة حلوة وكانت حب. إن شاء الله يعني ما بيحصل إلا الخير، نحن دايما نحب ونتمنى والكل بيتمنى إنه العائلات اللبنانية تضل كلها مجموعة، ولكن أحيانا بنعرف في ظروف أحيانا الطلاق يعني بكون حل أهم من الزواج، أهم من الاستمرارية، وبيبقى في صداقة كتير حلوة، ما يكون في طلاق على البغض وحقد وهيك لا. 100%. كمان اتصال جديد مايك. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور يا هلا، مين معنا؟ ليلى. ليلى تفضلي، مايك معك. أستاذ مايك، أنا بدي أسألك عن الوضع الصحي بشكل عام، وهلأ مقبلة على السفر إذا بيمشي الحال ولا لا. صباح الخير. صباح الخير. السفر مستقبلا ماشي الحال، هلأ حضرتك ناطرة أوراق وموافقة، يمكن أخذت موافقة مبدئية، الأمور تتأخر شوي ولكن بترجع بتتم معك على خير وسلامة، ومش لحالك، رح يكون في أشخاص تانية لحينك. صحيا ما في خطر. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك مايك. بدنا نرجع لموضوعنا، لقصة أوروبا. للأشياء اللي حكيناها، أوروبا وأمريكا. أوروبا وأمريكا، نحن بمطلع العام حكينا أنه الإرهاب يطال أوروبا وتحديدا العاصمة الفرنسية، شفنا كيف بلشت أوروبا، شفنا شو عم بيصير بأوكرانيا، يعني خلص ولعت هونيك. الأمور اللي شفناها بسوريا، شفناها جزء من مصر، بالعراق، بلبنان، رح نشاهدها على أكثر من بلد، وخاصة عند سقوط التاج البريطاني. هون بده يصير في ضعضع كتير كبير، مع أنه لندن أو بريطانيا ما أنا داخل ضمن الاتحاد، ولكن يزعزع. كمان رح نتابع حديثنا، ولكن من بعد ما ناخذ الاتصال ما بدنا ننطر كثير الأصدقاء المتصلين. ألو ألو، بونجور. بونجور. بليز في أحكي مع مايك. أكيد، مين معنا؟ مايك ماريات. ماريات تفضلي. ماريات، بدي أسأله عن عائلتي وولادي وحياتي المستقبلية، وعنا شيء بدنا نبيعه، يعني عقار، إذا بينباع معنا ولا لا. العقار خلصتو؟ العقار خلصتو له اوراقه؟ خلصتو له مشاكله اللي كانت؟ لا بعد. خلصي له كل شيء والامور بتتم مع خير وسلامه. بالنسبه للابناء ما في اي خطر على اي فرد من العائله، البيع يتم، ولكن بعد في اوراق عالقه او حصر ارث او ما شابه بده يتاخر، ولكن بتم. امور اجتماعيه بتكون كثير منيحه، ماديا ما رح تعوزوا حدا. صحيا أتمنى الانتباه بشكل دقيق جدا هالشهر وشهر الجاي على رب البيت. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك مايك. يعني بدنا نرجع لقصة أمريكا وأوروبا. طبعا احنا كلنا بنعرف أنه دايما الإرهاب قد ينتشر، وما بنعرف أي ساعة بينتشر، وما انتشر. هلا ما بنعرف كيف رح بده يعلن عن نفسه. انتشر، بده يعلن عن نفسه. أعلن عن نفسه بالعالم العربي. أوروبا بلش يعلن عن نفسه، أمريكا في القريب العاجل بيعلن بعمل إرهابي مرعب جدا، بتمنى الانتباه فيه. يعني بيذكرنا ب 11 أيلول؟ ننسى 11 أيلول. إف هالقدي؟ طيب لما بنحكي عن أمريكا يعني كم شهر بعد فيه لقدام؟ أنت بتقول بالقريب. المواضيع كتير سريعة، يعني شهرين ثلاثة؟ مواضيع كتير سريعة، ما في وقت، بس مواضيع كتير سريعة اللي عم نمرق فيها، والتحول العربي كتير سريع. خوفي الوحيد بالوقت الحالي جامع الأقصى، كنيسة القيامة، الكعبة. إيش؟ مش لعب الموضوع، خوف كتير 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 كبير. أتمنى إنه العرب يوعوا. نضم صوتنا لصوتك واتصال جديد. الو الو، بونجور. بونجور. في احكي مع مايك؟ اكيد، ولكن من بعد ما تقولي لي اسمك. جوزيان. جوزيان تفضلي يا جوزيان. بونجور مايك. صباح الخير.
بدي أسأل عن عائلتي ومهنياً وعاطفياً. مهنياً الأمور على ما هي عليه، ما من أي تغييرات. تغييرات تحصل معك، بتبلش تحصل معك بشهر 5 بأيار، بين 10 و 12 أيار بتبلش التغييرات الإيجابية على الصعيد العملي وبتكون كتير مرتاحة ومبسوطة. عاطفياً مد وجزر، أتمنى أنك تتخذي قرار، ما بقى تتراجع عنه، مش كل مرة بتاخذي القرار بترجع بتتراجع. خذي القرار ونفذيها المرة، لأنه الرجوع إلى الوراء خسارة. عائلياً ما في خطر على أي فرد من العائلة. خبر سعيد جداً بيأتيكم من أحد الأشخاص الموجود خارج لبنان، الممكن يكون بالعالم العربي. خبر سعيد جداً بتكون تتلقوه بأول 6 أشهر من هذا العام. شكراً لاتصالك، وإلى اتصال جديد مباشرة. ألو، بونجور. بونجور، مين معنا؟ تيريز. تيريز، تفضلي يا تيريز. بدي أسأل مسيو مايك عن صحتي وعن ولادي، عن مستقبلهم وعن شغلهم. صباح الخير. بالنسبة لحضرتك صحيا مني مرتاح، أتمنى تقومي بفحوصات، وإذا عندك كوليسترول تكوني كتير منتبهة، مش لعب. بالنسبة للأبناء الأمور جيدة جدا، ما في أي خطر، بل في أحد الأفراد في ترقي من مكان إلى مكان أو من منصب إلى منصب، هذا الشيء بريحكم نفسيا وماديا أكثر. شكرا لاتصالك. بدنا نشكر كل أصدقائنا المتصلين والمتابعين يلي دايما بيتابعونا. مايك، شكر كتير كبير لألك لوقتك يلي بتعطينا إياه. شو بتحب تختم عنا بعد شوية وقت؟ هيك شو بتحب تقول لكل المشاهدين؟ بدي أقول لهم بكرة ما رح يكون أفايلبل، بدو يحكيني يحكيني اليوم أو التنين. بكرة ما رح في يرد حدا على التليفون لأسباب خاصة. أسبوع الجاي ما رح يكون عنا حلقة لإلي أنا، إن شاء الله بإذن الله من بعدها بنرجع نلتقى أنا وياكم على الهواء. وهالشهرين ثلاثة بدي تطمن لي اياهم. هلا نحن رح نضل على تواصل الله معك اكيد. تحت الهواء مايك، بإذن بس بدي تطمن لي المشاهدين هالشهرين ثلاثة. لا، وانا اسبوع بعد عنه، من بعده حكون موجود باذن الله باي طريقة اللي كان حكون موجود. اللي بدي اياه منهم انه الكل يراهن على الارزة وعلى العملة اللبنانية، مشان ما تفوتوا بالحياة كلكم سوا. كيف يعني؟ راهنوا على الأرز اللبنانية، يعني الجيش اللبناني، راهنوا على الليرة اللبنانية، ما تراهنوا على العملات الغربية والأسهم بالأخص، لأنه انهيار البورصة بده ينشئ حروب داخلية ببعض الممالك العربية رح تكون متأثرة جدا بانهيار بورصتها. يعني اللي كان بيعتقد انه الليره اللبنانيه الى زوال هلا بده يتمسك بالليره اللبنانيه. لا 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 لا، الليره اللبنانيه تعتبر توازي الدولار عالميا لبل احسن منه، ان شاء الله، وفيها احتياط اكثر منه، ان شاء الله خير. نحن مايك بدنا نشتاق لك. انا بدي اشكرك. اذا الله راد نرجع بنشوفك بعد اذن اسبوعين ولا بعد اسبوع؟ مثل ما الله بريد، بس اسبوع الجاي ما عندنا حلقه. يعني نحن بنقول بعد اسبوعين بنرجع بنلتقي فيك. ان شاء الله كل شيء تم على خير وسلامه معك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. نحن بنشكر كل اصدقائنا المشاهدين يلي تابعونا من الصباح الباكر، بتمنى لكم نهار خفيف الظل وحلو وتحققوا فيه انجازات. من هلا لبكره لكم اطيب التحيات، الى اللقاء.